مئة عام من الدساتير المصرية، السياقات السياسية والاجتماعية. بهذا العنوان انطلقت الندوة التثقيفية التي نظمتها مكتبة الإسكندرية للاحتفال بمناسبة مرور 100 عام على دستور 1923، والذي يعد الدستور الأول في مصر الحديثة، وذلك بحضور لفيف من كبار المثقفين والمفكرين والإعلاميين. تعتبر من الندوات الهامة جدا، لأنها بتواكب مئوية أهم دستور في تاريخ البلاد، واللي جرى القياس عليه في الدساتير التالية بعد ذلك، واللي بنعتبره كان الدستور الموازي للدساتير الأوروبية في وقته، متقدم وتأثيره كبير جدا رغم ظروف وجود ملكية، ولسه كنا خارجين من الاحتلال البريطاني، كانت لازالت قواته موجودة، ولكن في استقلال اسمي منح لمصر بتصريح 28 فبراير 1922. وبالتالي هذه الندوة تغطيتها من الناحية القانونية والتاريخية والسياسية تغطية ملفتة للنظر جدا. وبالفعل وضع دستور على أعلى مستوى، يكرس النظام البرلماني، يكرس الفصل بين السلطات، يتحدث عن الحقوق والحريات، ويتحدث عن سيادة القانون، يتحدث عن مسؤولية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، نموذج من الدساتير الحديثة. ندوة مكتبة الإسكندرية تطرقت لأبرز الموضوعات التي شملتها الدساتير المصرية منذ عام 1923، والتي من بينها السلطات الممنوحة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتأمين استقلال السلطة القضائية، ومحددات صياغة الدساتير المصرية، فضلا عن حماية الحقوق والحريات العامة. الدساتير دي الاحتفال بها وتذكارها والحديث عنها بيخلق لنا نوع من الوعي التاريخي، بيعمق الذاكرة الوطنية، بيعمق احساسنا بالهوية الوطنية، خلي الشباب يشعر بأنه مصر دي رائدة في صناعة الدساتير، رائدة في التشريع، وإن هي اللي علمت المنطقة كلها التشريع. عندنا الدكتور السنهوري ده هو اللي معامل معظم التشريعات اللي موجودة في معظم الوطن العربي يعني، فدي قصة لازم احنا نلتفت إليها، والشباب بتوعنا يبقوا علاقتهم بالتاريخ بتاعهم في قدر من الاحترام، في قدر من الاهتمام، في قدر من المعرفة الجيدة بأنه التاريخ ده مليء بالإنجازات ومليء بالحاجات العظيمة اللي منها هذه الإنجازات الدستورية. هو في شوية ثوابت، كل الدساتير المصرية بتتكلم عن مصر كوحدة سياسية ذات سيادة، فكرة الحريات العامة موجودة في كل الدساتير المصرية، لكن الدساتير بعد كده اختلفت، يعني بمعنى في العصر الجمهوري كان في تأكيد كبير على حاجات الخاصة بالتأمين مثلا على سبيل المثال، ان النظام الاقتصادي كان له طبيعة معينة، وخاصة ان الفترة الجمهورية كان فيها دساتير احيانا دائمة زي 56 و 71، لكن احيانا كثيرة كانت الدساتير يعني مؤقتة عبارة عن اعلانات دستورية مؤقتة. هذه الفعالية تأتي انطلاقا من دور مكتبة الإسكندرية ورسالتها الثقافية في متابعة الأحداث الكبرى وأحيائها مجددا، وخاصة الأحداث التاريخية التي مثلت نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث. كريم صبري، مصر جديدة، ETC.